السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا لاباس صحتكم مليحه. كما راكم تشوفوا خاوتي، رانا في موقع تاع الخطوط الجويه الجزائريه. اليوم ان شاء الله رانا نعطيكم بعض المعلومات يعني على الاسعار التذاكر من الجزائر الى اسطنبول. كما راكم تشوفوا هنا راني داير يعني مطار الوصول اسطنبول، نديرو هكذا اسطنبول خاوتي، ومن بعد نديرو الديبار. مثلا الناس اللي راهي حابه تروح في جونفي يعني مع العام الجديد، يعني نديرو مثلا لو 10 جونفي، والروتور يعني واحد راح يقعد نقولو حنايا 20 جور، يعني نديرو 30 جونفي. ومن بعد نديرو تواريخ مارينا يعني شخص واحد، ومن بعد نديرو حجز. يعني دوكا خوتي راح نشوفو يعني لي بري اللي راح يطلع قدامنا، ونوريكم خوتي يعني باش تشرو هكذا باقل سعر لازم تدخلوا لي سيت وتشوفوا الاسعار. كاينين ناس يعني يعرفوا يحجزوا ولا يشروا مباشرة من الموقع بالبطاقة الذهبية، والله ديروا الحجز تاعكم هنايا في الموقع وتروحوا تسلكوا عند أقرب خطوط جوية. كما راكم تشوفوا هنا يا خوتي، عندنا خوتي هنايا أقل سعر هو هذا 24100 مثلا، هذا يا ديبار ب 24100. وبعدها نشوفوا خوتي الروتور، الروتور نشوفو بيرخيص بيرخيص خوتي في الروتور هدايا، هاهو راهو خوتي 2 ملايين. يعني الأسعار راهي برومو خوتي، كيما راكم شفتو هاو البي 4,500,000، يعني 4,500,000 من الجزائر إلى إسطنبول. ديبار خوتي 10 جونفي، والروتور في 30 جونفي. يعني خوتي ماذا بيكم تشرو دافونس لي بي تاعكم باش يجيكم رخاص، وماذا بيا ماذا بيا خوتي انكم تشروا مباشرة من الفروع تاع الخطوط الجوية الجزائرية، والله تشروا مباشرة من الموقع بالبطاقة الذهبية. في هذه الحالة ما راحش قاعد تعرضوا يعني النصب واحتيال ولا يزيدوا عليكم اسعار. مهم خوتي، هذا هو جديد تاع الفيديو تاع اليوم. حبيت نقولكم بلي راهم داروا دي بروموسيون، وهني خوتي درتكم الفيديو باش تشوفوا يعني الاسعار. وهذه هي خوتي، ماذا بيا ديرونا اعجاب بالفيديو، ديرونا متابعة للقناة. بارك الله فيكم، انتظرونا ان شاء الله في فيديو جديد خوتي. سلام.